هاي سيارة هاي سيارة بنقوم بفعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمناسبة أشرف الخلق، مولد أشرف الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا بننظم هذه الفعالية، فعالية تقديم الحلوى على المواطنين بهذه المناسبة، وإن شاء الله ربنا يعود علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والخيرات إن شاء الله، ويعيدوا علينا وهذا الوباء مش موجود إن شاء الله في العام القادم. إحنا طبعا بنشارك جميع المؤسسات في جميع المناسبات، وبنتمنى إن شاء الله دائما أنه يعم الخير على أهلنا. جينا اليوم خلال المشاركة مع جهاز الشرطة نتشكرهم، فعالية مولد النبوي وتوزيع الحلويات، نقول رغم أعاقتنا نحن موجودون هنا وسوف نبقى هنا، وهي العاقة لا تلغي الطاقة. ونقول اليوم يوم فرح والعيد يتجدد بميلاد سيد الخلق سيدنا محمد، ونتشكر جهاز الشرطة، وأهلا وسهلا فيكم وتلفزيون الفجر الجديد.